الحقيقة أنه كلنا بلا استثناء دلوقتي اللي بيشغل بالنا هو مسألة الأزمة الاقتصادية، وإزاي يعني ندبر أمورنا الفترة اللي جاية، إزاي الظروف الاقتصادية اللي احنا محطوطين فيها كلنا. والحقيقة أنه ده صراع عالمي اقتصادي، ما هوش بس مصر، لكن في النهاية كل واحد بيشوف يعني اقتصاديا هو هيقدر يدير بيته ومحيطه إزاي، ولادي هيفضلوا في المدرسة دي ولا أنا محتاجة أغير المدرسة، أنا بصرف كذا، أنا عندي بكرة جدول عامل ازاي في المصاريف محتاجة اغيره. يعني بكل تأكيد كلنا كأفراد بنشوف الأزمة الاقتصادية دي اللي مؤثرة علينا بقالنا فترة، هنروح فين بعد كده؟ ايه الخطوات اللي ممكن تتعمل علشان نشوف ونبدأ انه يكون في اصلاح اقتصادي او خطة ما او استراتيجية ما للفترة اللي جاية؟ والحقيقة انه ده دور الحكومة، الحكومة بتقدم استراتيجيات وخطط للفترة القادمة بناء على كل المستجدات اللي بتحصل. طبعا الناس بتتحمل، الناس هي اللي اتحملت إجراءات الإصلاح الاقتصادي اللي فاتت والبرامج اللي الحكومة وضعتها، وأكيد بكل تأكيد الناس برضو هتتحمل في اللي جاي. فعشان كده الناس بتبقى عايزة تفهم، طيب هذه الاستراتيجيات اللي وضعت على إيد مجموعة من الخبراء الاقتصاديين علشان ينوروا لنا الطريق الفترة اللي جايه ويقولوا لنا احنا رايحين فين اقتصاديا، والمفروض انا كمواطن ايه تكون شكل ومقاييس ادائي الاقتصادي حتى لو على المستوى الصغير بتاعي كفرد، وده اللي يهمنا في النهايه. الحقيقه انه كلنا كل واحد بقى عنده افكار اقتصاديه، طب ليه البلد ما تشتغلش في كذا؟ طب ليه ما نستثمرش في كذا؟ طب بلاش ده، بلاش الخطه دي، اعملوا الخطه دي. هنا نروح فين؟ نروح للحوار الوطني علشان احس ان انا مسموعه وحضرتك مسموع وكلامك بيوصل، وكل الكلام اللي بقى بيتقال في وسط اي قعدات لينا وفي وسط الشارع بتمشي تلاقي الناس كلها حديثها حديث دلوقتي اقتصادي، هنعمل ايه وايه اللي يساعدنا ان احنا نخرج من هذه الازمه الاقتصاديه. في خطه واستراتيجيه عملتها الحكومه هتطرح على طاوله الحوار الوطني، كل الافكار موجوده، كل الافكار هتناقش، وده اللي احنا شفناه في جلسات الحوار الوطني. كل الافكار اللي يمكن تكون بالنسبه لصانعي القرار هي افكار بره الصندوق ما خطرت لهمش على بال مثلا، هتطرح، هيكون في يعني مجموعه من الافكار ومساحات واسعه ونقاشات رايحه جايه علشان نشوف اللي احنا داخلين عليه ده ازاي هنعديه. هي دي الفكره في الحوار الوطني، انه الناس تسمع. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمساله الاستمرار في الحوار الوطني، وسيادته بيستمع لكل مخرجات الحوار الوطني. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء طرح وثيقه فيها مجموعه من الاستراتيجيات الخاصه بالاقتصاد المصري في الفتره الرئاسيه اللي جايه من 2024 لحد 2030، وهتطرح على طاوله الحوار الوطني. والحقيقه يعني مسألة الحوار الوطني هنا مهمة جدا، لأنه كلنا ممثلين داخل هذا الحوار الوطني، في شفافية في هذه الجلسات وكل ما يطرح فيها. عايزين نعرف أهم الأولويات وإيه الاستراتيجيات اللي تم وضعها للمرحلة الاقتصادية اللي جاية من المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء. مساء الخير على حضرتك، ويعني لو تطلعنا على الأولويات في هذه الاستراتيجيات واستندتوا لإيه وانتم تضعوا هذه الاستراتيجيات؟ مساء الخير يا فندم. في الحقيقة الاستراتيجية أو وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة هي ورقة بحثية أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتشاور مع عدد كبير من الباحثين. احنا والخبراء بنتكلم على حوالي 400 من الخبراء المحليين والدوليين. الوثيقة استغرق إعدادها نحو 6 أشهر من العمل، وخلصت الوثيقة إلى نحو 873 توصية في كافة قطاعات الاقتصاد المصري، وكذلك فيما يتعلق بالمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وكذلك بعض التوصيات على مستوى القطاعات الرئيسية. اليوم وجه بناء على تكليفات رئاسية، وجه دولة رئيس الوزراء
بطرح الوثيقة خلال المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطني. والهدف بطبيعة الحال هو تنفيذ تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة وصياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. طيب عايز اعرف من حضرتك، احنا عندنا تقريبا قلت لي 800 وحاجه بند في هذه الاستراتيجيه، طريقه النقاش والاختيار ما بين هذه البنود ولاي مدى في مرونه في هذه النقاشات؟ بطبيعه الحال يا فندم، الوثيقه كما ذكرت هي ورقه بحثيه عدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبالتالي هي ما زالت مطروحه لمزيد من النقاش ومزيد من التدقيق في التوصيات. وبطبيعه الحال كما ذكرت حضرتك، الحوار الوطني بيضم كافه الاطراف وكافه اصحاب المصلحه من القطاع الخاص ومن كافه الجهات والمراكز البحثيه وكافة الشخصيات المهتمة بالشأن الاقتصادي، وبالتالي نتصور أنه سيكون هناك تدقيق لكافة التوصيات الواردة في الوثيقة ووضع أولويات، ربما أيضا مناقشة الأولويات المطروحة، وبالتالي الحكومة تتطلع للمزيد من التدقيق والبحث في الوثيقة من أجل الخروج بمجموعة من التوصيات التي يتم التوافق عليها وتنفيذها خلال السنوات الست المقبلة. إذن هي يعني محل للنقاش وللنقد وللتعديل أيضا. سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا.